يعطيكم العافية. جاهزين حق اليوم؟ حدي متحمس أنا. اليوم تدرون إن عندي محاضرة راح أتكلم فيها في فندق الجميرة عن النجاح. مستعدين؟ انترو. نشرب قهوة؟ يلا تفضلوا. ممنوع التصوير. ما راح نصور. بما ان باقي لنا تقريبا نص ساعة، بما ان مخي كذي متروس قصص، خل اقول لكم قصة على السريع، بس طبعا ما راح استعملها بالبرزنتيشن. اقول لكم كان في زمن من الأزمنة والي، هذا الوالي عانى من مشكلة من ألم في خشمه، فياب أحسن الدكاترة بالمنطقة وشافوا أن العلاج الأمثل حقه أنه يقصون خشمه. فلما نقص خشمه المستشارين اللي عنده بدأوا يضحكون عليه، فهو من كثر ما عصب أمر بأنه يقص خشوم كل اللي يسكنون بالقصر وياه، تخيلوا. فصار القصر كله بلا خشم. بعدين بدأ الشعب يضحك عليهم، فقرر الوالي أن تكون الديرة كلها بلا خشوم، أي أحد ينولد أول شيء يقصون خشمه. وبعد مرور السنوات دش على المدينة واحد عنده خشم، فبدأ الكل يضحك عليه. بس خلصت القصة. الفكرة من القصة أنه أحيانا لما نبدي نتعود على الغلط فترة طويلة من الزمن، لما يجينا أحد نسوي الصح نضحك عليه. ايش رأيكم؟ زين، أقول لكم نقطة ثانية حلوة. يقولون شنو الفرق بين الحماس والخوف؟ الحين دائما المتسابقين الاولمبيين قبل لا يدشون اي سباق، الصحفيين يسالونهم نفس السؤال، شنو احساسكم؟ الكل يقول مخايف، يقولوا لهم خايفين، يقولون مو خايف. فعلميا شنو يصير؟ الاحساس اللي تحسونه من داخل وقت الخوف هو نفس الاحساس اللي تحسونه من داخل وقت الحماس. فأحياناً إذا بنكون إيجابيين عندنا نفس الحماس أو نفس الإحساس، خلينا نقول بداخل عقلنا إن هذا إحساس الحماس مو إحساس الخوف، بس أنا خايف. خل أقول لكم نبدأ عشان تصيرون أنتوا أول ناس تدري عن الموضوع اللي بتكلم فيه. بتكلم اليوم عن دائرة النجاح. ليش سميتها دائرة؟ لأن أعتقد إن النجاح شيء مستمر، لازم الإنسان يستمر في العطاء عشان يكون ناجح. هي مو نقطة انك توصل لها وخلاص، لازم تكون عطائك مستمر. يعني اللي عطيته السنة اللي طافت تظل تعطي السنة هذه، تعطي أفضل من السنة اللي بعدها عشان تظل ناجح. وإذا ودك تنجح أكثر وأكثر لازم عطائك يزيد أكثر وأكثر. فدائما نقول الوصول حق القمة سهل، بس الحفاظ على القمة هي الصعوبة. يمدي أغير؟ يلا نشرب قهوة تعدل المزاج، يقولون القهوة تعدل المزاج. يلا Thank you everyone for coming today. خلص اللكتشر، الحمد لله كان الفيدباك عجيب، ان شاء الله استفدت وانت، اشوفكم الاسبوع الجاي.